عناوين الأخبار. دعوة لتخفيض نسبة الفائدة لقروض قطاع البناء إلى 0%. في تونس 1.7 مليار دولار ديون عقارية معلقة. بلدية صفاقس تنظر في تسوية البنايات المخالفة لرخص البناء. الإعلان عن قائمة المنتفعين بالمساكن الاجتماعية بمعتمدية نابل. قريبا تسليم 331 مسكن اجتماعي بالقيروان. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 91 يوم توريد. تونس تتطلع إلى استقبال 1,000,000 سائح فرنسي في 2019. مشاركة الحرفيين التونسيين بصالون تزويق المنزل بباريس. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة الأخبار العقارية. تفاصيل الأخبار. دعا رئيس الغرفة النقابية للباحثين العقاريين فهمي شعبان البنك المركزي إلى وضع نسبة فائدة ب0% بالنسبة للقروض ذات العلاقة بقطاع البناء. واعتبر شعبان أن قطاع البناء في جميع الدول له دور حيوي في دفع الاقتصاد والتنمية، كما ذكر أنه بالإضافة إلى الباحثين العقاريين فإن عدة قطاعات أخرى في تونس ستستفيد من هذا القرار على غرار البنوك وشركات التأمين. أكد رئيس الغرفة التونسية للمطورين العقاريين فهمي شعبان عدم قدرة المطورين العقاريين على سداد ديونهم والتي بلغت 1.7 مليون دولار لدى المصارف بسبب تراجع حاد في المبيعات وعدم قدرة أكثر من 80% من التونسيين على شراء مساكن. هذا وطلب المطور العقاري بضرورة الاستفادة من تجارب أجنبية على غرار تجربتي تركيا والمغرب اللتين شهدتا انفتاحا كبيرا بسبب التوجه التام نحو تمليك الأجانب وربط اقتناء المساكن الفاخرة بمنح الجنسية للمشترين. انعقد المجلس البلدي لبلدية صفاقس في دورة استثنائية يوم الأحد 27 من جانفي الجاري، وتمحورت الجلسة حول العديد من النقاط من بينها النظر في ملف تسوية البنايات المخالفة لرخص البناء. وللتذكير فإن قانون تسوية وضعية البنايات المخالفة لرخص البناء يسمح بسن أحكام استثنائية لتسوية وضعية هذه المباني من طرف الجماعات المحلية وتوظيف غرامات على المخالفين الخواص والمستثمرين والصناعين والسياحيين تحتسب على أساس المساحة المبنية المضافة للمساحة المرخص فيها. أكد معتمد مركز ولاية نابل عماد سليم أنه تم الانتهاء من أشغال بناء المساكن الاجتماعية بمنطقة المرازقة بمعتمدية نابل، وسيتم الإعلان بمقر الولاية والمعتمدية عن قائمة المنتفعين بها. وبيّن أن هذه المساكن التي تندرج في إطار القسط الثاني من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي شملت بناء 90 وحدة سكنية بمنطقة المرازقة. أعلن وزير التجهيز والإسكان نور الدين السالمي أنه سيتم تسليم 331 مسكن اجتماعي إلى مستحقيها بولاية القيروان في غضون شهر مارس 2019، وقال أنه طلب نشر القائمة المبدئية للمنتفعين بهذه المساكن لفتح باب الاعتراضات، مؤكدا أن الوزارة ستتدخل في ولاية القيروان بأكثر نجاعة وستكون الأولوية للطرقات والسكن والتهذيب والحماية من الفيضانات وغيرها. ارتفع احتياطي تونس من النقد الأجنبي إلى مستوى يغطي الواردات لمدة 91 يوما ببلوغه أكثر من 15 مليار دينار حسب بيانات البنك المركزي يوم الأربعاء 23 من جانفي الجاري. ويأتي ذلك بعد أسبوع من التوقيع على قرض من السعودية بقيمة 500 مليون دولار. هذا وكانت الموجودات من العملة الصعبة إلى حدود الثلاثاء 22 من جانفي الجاري تغطي حوالي 80 يوم توريد.
تتطلع تونس خلال السنة الحالية إلى استقبال ما يصل إلى 1,000,000 سائح فرنسي، أي بزيادة ما يناهز 200,000 زائر مقارنة بسنة 2018. ويأمل وزير السياحة روني ترابلسي وصول نسبة السياح الفرنسيين إلى 1.4 مليون سائح، وهي نفس النسبة المسجلة خلال سنة 2010 التي يتم اعتمادها كسنة مرجعية. رسم الحرفيون والمصممون التونسيون الذين شاركوا في صالون الابتكارات الخاصة بتزويق المنزل بباريس من 18 إلى 22 جانفي الجاري حصيلة إيجابية لمشاركتهم في هذه التظاهرة. وقدم الحرفيون التونسيون منتجاتهم ضمن جناح تونس الذي هيأه الديوان الوطني للصناعات التقليدية وحمل اسم الصناعات التقليدية التونسية. ويعتبر الصالون موعدا دوليا للتلاقي بين مهني فن المعيشة والتزويق الداخلي والتصميم. مشاهدينا الكرام، هكذا نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية. دمتم في أمان الله.